ما نقول انه ما من واقع الا ولها حكم، لازم بالنتيجه عندنا ما يثبت هذا بالواقع العملي. كذلك من نريد نصدر الاسلام كاطروحه كامله لضمان سعاده البشريه والوصول لجميع احتياجاتها ومشاكلها. ايضا لازم يكون عندنا قراءه وحلول تناسب العصر وما وصلت او ستصل اليه التكنولوجيا في المستقبل. وعلى هذا الاساس السيد محمد محمد صادق الصدر كتب فقه الفضاء حتى يكون دليل واضح على إمكانية الإسلام على تسيير أمور المجتمع في أي مكان وزمان. كتاب يثبت أن الإسلام لا يقتصر على سكان الأرض فقط، بل هو شامل لجميع الأماكن والأزمنة، بحيث تجد في هذا الكتاب منهج كامل للإنسان المسلم الذي يعمل أو يسكن الفضاء سواء في هذا الوقت أو في وقت آخر. عموماً كتاب فقه الفضاء يعطيك يقين كامل وتام وقاطع أنه فعلاً حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فقه الفضاء من المؤلفات اللي تخليك تفتخر بالمنظومة الفكرية للإسلام، وتنطيك ثقة كاملة أنه لا يمكن للحداثة أن تجعل من الإسلام كيان عاجز، وأن العلم مهما تقدم لا يمكن أن يتصادم مع المباني الإسلامية. فقه الفضاء كتاب يعطيك نتيجة أن الإسلام جاء لتسهيل حياة الإنسان وخدمته.